في كل عام يجابه الجنس البشري عدداً غير محدود من الحرائق الشديدة. هناك نوع واحد من الحرائق الشديدة لا يمكننا مكافحته، إنها نار في غاية القوة بحيث تبتلع كل شيء في طريقها. تدعى هذه الحرائق بالعواصف النارية. When you see fires of that intensity, you know that there's very little we could possibly do to fight them in a conventional sense. My God, my God, the dead man turn. Tell the pilot to get those firefighters out now. I can count two, three fires, and the wind is spreading them fast. Henry, get out of there. Which way? We've got to go this way. ما أنتم بصدد مشاهدته هو توقع علمي لتعرض مدينة كبيرة لتهديد عاصفة نارية لا يمكن إيقافها. سيؤدي هذا إلى كارثة. هذه المدينة على شفا كارثة. تقع سيدني على الساحل الجنوبي الشرقي لأستراليا. يقيم سكانها البالغ عددهم 4 ملايين إلى جانب أكبر قنبلة نارية على الكوكب. يحيط بالمدينة التي تدير ظهرها إلى الماء ما يزيد على 6000 كيلومتر مربع من الأحراش سريعة الاشتعال، والتي تقف على أهبة الاستعداد لتشتعل جراء صيف أستراليا القاسي. هناك الحرارة والرياح والبرد. تتسبب مجموعة العوامل هذه بعشرات الحرائق كل عام، ولكن لم تقم أي من هذه الحرائق بتدمير المدينة، إلا أنه إذا اجتمعت هذه الظروف مع بعضها في الوقت المثالي فلن يستطيع إيقاف القوة التدميرية للعاصفة النارية سوى معجزة. Good morning. Yet another beautiful sunny day. And there's still no sign of rain as the drought now enters its 18th month. Temperatures are expected to rise into the 40s, and the total fire ban will remain in place for the foreseeable future. بسبب الخطر المحدق تتمتع المنطقة بأكبر خدمة مكافحة حرائق على مستوى العالم. تعمل فرق مدنية خاصة يبلغ تعدادها أكثر من 6000 على حماية المدينة. أما في الأحراش وعلى أطراف المدينة فيبلغ عدد المتطوعين حوالي 69,000. You haven't been called in yet? No, not yet. All the divisions are still on alert like yesterday and the day before, but the bush could still go any minute, and big this time. You get called in, you be careful. الإشارات التحذيرية في المدينة وحولها تحذر الناس من خطورة التهديد الذي تشكله النار كل يوم. مع وجود مليون شخص يقطنون في الغابة أو بمحاذاتها، لا أحد يريد أن يرى إعادة لما حدث في العاصمة الأسترالية كامبرا. في 8 يناير كانون الثاني من عام 2003 اندلع أكثر من 100 حريق في الأحراش على بعد 50 كيلومترا من المدينة. قامت رياح تبلغ سرعتها 120 كيلومترا في الساعة بدفع الحرائق باتجاه كامبرا. لدى وصولها منطقة ضواحي العاصمة تقهقر رجال الإطفاء بسرعة، حيث تحولت ألسنة اللهب إلى عواصف نارية. There were firestorms that were running throughout the city. Major fire fronts occurred, and there just weren't enough resources to reach it appropriately and prevent these firestorms from occurring. زال الدخان وحددت الخسائر ب4 قتلى ومئات المنازل التي تم تدميرها. City could also definitely face the same threats that Canberra did if the fuel is allowed to develop to such a state where you have a very heavy fuel load. We could definitely see a situation like that occurring in and around the city centres as well. لو حدث ذلك سيكون الوضع أسوأ. هناك الكثير من الناس الذين يسكنون هنا، وهناك إمكانية لاندلاع عاصفة نارية. With bush penetrating into deep into the city centre brings a lot of risks. It brings the fire threat to the front doorstep of the business community and the residential communities in the city. There has been experiences in the past where the entire city has been cut off by major bushfires. تمتاز مدينة سيدني بإمكانية اندلاع أسوأ الحرائق. فما الذي سيتسبب في اندلاعها؟
نمط مناخي يستمر على مدى عامين. تقوم المرحلة الأولى على نظام ينشر الخراب في فصول السنة في أستراليا. هناك ظاهرة غير منتظمة تدعى لانينيا. يقوم تيار ساخن على غير المعتاد في المحيط الهادئ بخلق غيوم ضخمة محملة بالرطوبة تفرغ أطناناً من المطر لدى ضربها السواحل الأسترالية، وتنمو الأحراش التي تحيط بالمدينة بمعدل مذهل بفعل هذا المطر. أسوأ شيء من الممكن أن تعاني منه مدينة سيدني هو ظاهرة لانينيا. Can't we have the air on just for a second? I'm boiling. It's not that hot. Saving fuel. If I sweat any more, I'll be as dry as those trees. Doubt that. You haven't gone for a year and a half without water. It feels like it. النموذج المناخي الثاني المطلوب لخلق العاصفة النارية المثالية يعرف باسم النينيو، وحيث لا تجلب ظاهرة لانينيا سوى الأمطار الغزيرة في هذا الجزء من أستراليا، فإن النينيو على النقيض منها تماما، حيث تجلب الجفاف لمدة أشهر أو حتى سنوات. When we have an El Nino event, the fire risks go up enormously in this part of the world. Because the plants are adapted to the drought. The plants adapt by dropping leaves, and the leaves create fuel for fires. كلما استمرت ظروف الجفاف تكدس المزيد من الوقود، ولدى اجتماع هذه الظروف مع درجات الحرارة المرتفعة ومئات آلاف الكيلومترات المربعة باستطاعة شرارة واحدة أن تحدث الكارثة، تتزايد المخاطر خلال موسم العطل. إنه شهر ديسمبر كانون الأول الآن، وحراس الغابات على أهبة الاستعداد. Now you guys know how to keep an eye out for snakes, don't you? Because if one creeps up behind you and you're unaware, you're done for. I'm not joking. One could jump out at any time. Good afternoon. Is everything okay out here? Fine. Just like to remind everybody that there is a total fire ban out here. This whole area is at maximum fire risk. That means no campfires, no cooking, nothing with an open flame. I hope screaming's okay. Screaming's okay. But being a jerk is something that should definitely be avoided. Try and behave yourself. Have a good time. About a million flies. It's really hot out here. If those weather reports were right, heat may soon be the least of our worries. Well, that's just bloody crazy. بوجود الأحراش الجاهزة للاشتعال حول المدينة سيصبح الوضع أصعب، فعلى بعد 80 كيلومترا إلى الغرب يقترب جو صعب، ولكنها ليست عاصفة عادية، تدعى بالعاصفة الجافة، وهي ما يخشاه الجميع. تتشكل العواصف الجافة لدى اصطدام كتل الهواء الساخن الصاعد مع الهواء المحمل بالرطوبة في طبقات الجو العليا، ولدى اختلاط الاثنين معا تتولد الغيوم والرياح، ولدى استمرار هذه الدورة تكبر أحجام الغيوم المتولدة وتصبح الرياح أسرع. في قمة العاصفة يتشكل الجليد ثم يذوب ويستمر في التساقط على شكل أمطار، ولكن العاصفة على ارتفاع شاهق بحيث يتبخر المطر قبل بلوغه الأرض بفعل الهواء الساخن في الأسفل. العاصفة التي لا تأتي بالأمطار بل بالرياح العاتية يمكن أن تكون ذات أثر مدمر، حيث باستطاعتها دفع الحرائق التي تندلع في الأحراش إلى قلب المدينة. Todd, what's your problem? Camping, remember? Yeah, you heard the rangers, no fire. How can you go camping without a campfire?
Besides, I don't know about you guys, but I'm starving. I don't like the idea of eating raw meat. But if you insist... Todd! You're a freak. But I guess you already knew that, didn't you? Can you go get some wood? Can you do that, hey? No. Go get some wood! Jerk. بينما تتهيأ الظروف الطبيعية فإن الإنسان غالباً هو من يسيء استخدامها. أظهرت الدراسات أن 90% من الحرائق التي تم التحقيق في وقوعها تسبب بها مفتعل الحرائق. Arson is a particular problem. The arsonists often light their fires when the conditions are really bad. So they'll often pick a dry, windy day to light their fires, and they're the most difficult days to control the fires on. لكن هناك أمر آخر سيحول هذه النار الصغيرة بسرعة إلى وحش. يحيط بمدينة سيدني نوع من الأخشاب هو الأكثر قابلية للاشتعال بين أنواع الأخشاب في العالم، فأكثر من 90% من الأحراش المحيطة بالمدينة تتكون من أشجار الأوكاليبتس، وهي أشجار لحاؤها وأوراقها تحتوي زيتاً له قابلية عالية للاشتعال. الزيت يتبخر في حرارة النهار ويشكل طبقة قابلة للاحتراق تستقر فوق قمم الأشجار، ومع وصول الحريق إلى الأشجار يشتعل البخار المتفجر مما يسرع في انتشار النيران. Spotted in the Glendale Park region. Early reports suggest that the cause was holidaymakers. The fire department are saying that if this is the case, those responsible will be prosecuted. تقع مسؤولية تنسيق جميع عمليات مكافحة الحرائق في الأحراش على عاتق رئيس قسم الإطفاء الريفي. Thanks, you too. Have they confirmed the cause of that first fire in Glendale yet? A campfire got out of control. We're assuming it's an accident, but at the moment it's impossible to tell. Why do total fire bans always bring out the nut jobs? We don't have enough to deal with. You better warn the police that things are going to start getting busy for them. I got good news, and bad news. Okay, give me the second good news first and then improvise from there. At the moment, it's a single fire. It started sometime last night. So we isolate it, we take it down, then we're all home by lunch. The bad news is that wind's picking up, so they're calling in the group offices just in case it gets out of hand. You promised to stop extinguishing every fire in your path when we got married. Which I did because I love you. Which brings me to the second bad news, because babe, I've got to go. Wish me luck. Who's going to look after this place? You're a fireman. I'm sure you can heat up your own frozen meal. Hey, smarty pants. You forgot your water. تواصل العاصفة الجافة حشد طاقتها ساعة بعد ساعة تغذيها الحرارة المتصاعدة من الأراضي الجافة،
في مقدمة الجبهة الهوائية تعمل الرياح على تحريك ألسنة اللهب مما يزيد في سرعة انتشارها. بالنسبة لرجال الإطفاء باتت المسألة سباقا مع الزمن للسيطرة على الموقف. Fire got out of control. East Gate said there was a series of vehicles leaving in a hurry. We didn't see any fuel, any possible accelerants. Thanks. Okay, fellas, come on. The fire spread from here to Alpha, Bravo, and Charlie sectors. So far, we've managed to contain it. It's here in the Delta sector we're most worried. The latest weather data shows that storm's only an hour away. The weather people say it's a high one. We all know what that means. كلما اشتدت العاصفة قلت احتمالات هطول المطر. نتيجة للمزيج العنيف من الهواء الدافئ والبارد في قلب العاصفة، فإن الرياح التي ستتولد عنها ستكون أكثر قوة. يقوم ضابط المجموعة بتقييم آثار رياح العاصفة ثم ينسق الهجوم الأرضي. بوجود أكثر من 100 رجل إطفاء، التنسيق أمر ضروري جدا. ليس لديهم سوى الأمل بأن الرياح لن تعمل على نشر الحريق خارج نطاق السيطرة. يعلم رجال الإطفاء أن أملهم الوحيد في السيطرة على الحريق هو وقف إمداد الوقود. الغريب أن أفضل طريقة لإنجاز ذلك هي إشعال المزيد من الحرائق. تعتبر النار إحدى قوى الطبيعة القليلة التي تتحدى الجاذبية، فهي تنتشر صعوداً أسرع من انتشارها هبوطاً. وفيما تشتعل الأشجار على سفح أحد المنحدرات، ترتفع الحرارة وألسنة اللهب لتشعل الأشجار في الأعلى. أضف إلى ذلك حركة الرياح مما يزيد من سرعة انتشار الحريق باتجاه أعلى المنحدر. على الجانب الآخر من المنحدر يقيم رجال الإطفاء حرائق صغيرة تحرق الوقود المتوفر كله بسرعة، بحيث لا يتبقى شيء يحرق عندما يصل الحريق الرئيسي إلى القمة. عندها ينطفئ الحريق. هذا سلاح فعال في مواجهة الحرائق الكبرى، إلا أنه لا ينجح دائما. Make fires a lot bigger than they ever should be, and I've seen a lot of backburns put in that you wouldn't think you'd stop fires that have stopped them completely put in at the right time by experienced staff. مع نجاح عملية الحرق المضاد وإزالة الوقود، يتم إيقاف تقدم الحريق المتنامي. باستخدام مروحيات قادرة على إسقاط 9 أطنان من الماء في وقت واحد، يتم إخماد ما تبقى من الحريق. على الأرض تبدأ عمليات المسح الشامل لمنع فرصة عودة اشتعال أي من الحرائق الصغيرة. يتم إخماد النار نهائيا برش الأحراش بالماء. قد يكون هذا نصرا مبكرا لرجال الإطفاء، لكن هناك أمر مروع يذكرهم بالمدى الذي قد يكون فيه الحريق مميتا. Glendale Base, Glendale Base, this is 4582, come in. 4582, hold out the 4K, down this. خلال السنوات الثلاثين الماضية تسببت حرائق الأحراش في أستراليا بقتل ما يزيد على 200 شخص وجرح أكثر من 4000. تسبب الموسم الأول للحرائق بقتل الضحية الأولى، ولكنها لن تكون الأخيرة. بعد إخماد الحريق يتحول الاهتمام إلى العاصفة وظاهرة أسوأ بكثير من الرياح. على بعد أقل من 70 كيلومترا من سيدني، تتجمع العاصفة الجافة ملتهمة الهواء الدافئ أمامها. تهب الرياح بشكل أسرع طوال الوقت، لكن ما يحدث داخل العاصفة هو ما سيشعل الأزمة.
بينما تتصادم حبيبات الثلج داخلها فإنها تشكل شحنات موجبة وسالبة، وتنطلق هذه الطاقة المتفجرة على شكل برق. مع عاصفة بهذا الحجم قد يضرب البرق أكثر من 100 مرة في الدقيقة، كل وميض برق قادر على إشعال حريق. كل ما تستطيع سيدني فعله هو مراقبة تقدم العاصفة. My Bob brother here, how you doing? Things are looking bad. If you're looking at the same with the data as I am, there's every chance that things are going to get a lot worse before they get any better. How many people can you put on standby in an hour? مع عاصفة برق ضخمة تشعل حرائق تهدد سيدني، فإن قوات المطافئ المدنية والريفية توحد جهودها تحت قيادة رئيس المطافئ في الريف. هو الآن مسؤول عن سلامة سيدني وسكانها البالغ عددهم 4 ملايين. على بعد 60 كيلومترا إلى الغرب نضجت العاصفة الجافة، ينتج عن عدم الاستقرار داخل الغيوم مئات من ضربات البرق. إنه سيناريو كابوس. يمكن لوميض البرق والذي تزيد درجة حرارته على درجة حرارة الشمس إشعال الغطاء النباتي في لحظة، مما يؤدي إلى حرائق متعددة خلال دقائق. بينما يشتد البرق أكثر يصبح من الخطير جدا الطيران جوا، وعلى المروحيات أن تتراجع عائدة إلى قواعدها. Most regions report everything's okay. It's just here at Glendale, bushfires are picking up. So far, 5 brigades have been dispatched. But that storm front's hitting harder than we imagined. They've got to prepare for the worst. I agree. Let's look at moving resources into here, here and here. I need to get word out that fires have started at Wallumbye and Upper Mangrove, and it's almost certain more on their way. فيما تتقدم العاصفة يواصل وميض البرق إشعال المزيد من الحرائق الصغيرة التي تضاعف الرياح عددها وتحولها إلى حرائق أكبر، ولكن سرعان ما ينضم مسبب آخر للحريق إلى جانب البرق. الجمر المحترق الذي تحمله الرياح ينتقل مسافة تصل إلى 67 كيلومترا دون أن يفقد حرارته. يبدأ هذا الجمر الآن بالتساقط على الغابة، وبهذا تبدأ دورة الاحتراق من جديد. We have a ground fire, which is just a leaf litter and that burning. And then we go to a surface fire, which is a shrub burning up to 3 to 4 meters, and then we go into a crown fire, and the crown fire is really the most dangerous. تسبب هبات الهواء الناتجة عن العاصفة دفع اللهب المنخفض إلى أعلى جذوع الأشجار ثم إلى أعلى الأغصان، وتتحول إلى أخطر أنواع الحرائق. إنها الحرائق التاجية. يشتد اللهب نتيجة للبخار المشتعل وأوراق الشجر الجافة، وبذلك يرتفع إلى 3 أضعاف ارتفاع الشجرة، مما يشكل أعمدة مرتفعة من اللهب يصل ارتفاعها إلى 40 مترا. بمجرد أن تتحول النيران إلى حريق تاجي فإن انتشارها يتسارع، حيث تعمل الرياح على نشر الحريق بين قمم الأشجار. Once the fire is burning over a 30 or 40 meter high wall, so you've got a wall of flame of 40 meters in height. So you can imagine it, you can't get to it with a garden hose, you can't get to it with a fire truck.
بوصول الحرائق إلى قمم الأشجار في أكثر من موقع، فإن سرعة انتشار الحريق تكون في ازدياد وبشكل كبير. على رجال الإطفاء أن يمنعوا التقاء الحرائق المنفردة، لأنهم إن لم يفعلوا لن يكون بالإمكان إيقاف الجبهة النارية الهائلة على طول 2000 كيلومتر. Have you any idea what this storm front's going to do? I need to know where to position my people. If these fires link up, we're going to have to find some answers. If these fires do link up, what are our options? I've got to prepare for the worst. I've got to get personnel in between these fronts. We've got to stop them from joining up. باستخدام جميع المروحيات المتوفرة يتم رش الجوانب الأمامية لجبهات الحرائق بالماء لتأخير تقدم الحريق في محاولة لمنع أكبر الجبهات النارية من الالتقاء. يتحرك رجال الإطفاء جميعا والبالغ عددهم 69,000. حققت عمليات إلقاء الماء بواسطة المروحيات نصرا صغيرا. صور الأقمار الصناعية تكشف أن هناك نقطة ضعف في أحد الجدران النارية المتنامية والمتقدمة نحو المدينة. Do we have an update? The latest reports from Kurrajong show that the fire front here is less than 2 kilometres across. Now we need people in here to contain it before it gets bigger. Who's in the area? Leslie Jennings is the group captain. She can have 4 trucks there within an hour. Sending people in about. Is that our only option? Give the word. رغم أن الحريق ما يزال على بعد أكثر من 50 كيلومترا عن المدينة، فقد تم إصدار تحذير مبكر للسكان في سيدني حول ضخامة هذا الحريق. Leslie, wait. Ken, I have to go. I have to do this. You're responsible. I know, but I can't have you going out to fight fires without a little extra water. Thanks. Don't lose it. That's the last one we got. I want that back. Come on, boys. Let's go. على الجبهة ما زالت هناك فرصة ضئيلة لنجاح رجال الإطفاء في وقف التقاء الحرائق وتقدمها نحو المدينة. أملهم الوحيد هو الإحراق المضاد وإزالة الوقود بين أي حريقين، ولتنجح هذه الطريقة عليهم أن يعملوا مع اتجاه الريح. Okay, listen. We need to get as close as possible. Can you guide us in? I can, but the visibility is bad. Switching to infrared vision. باستخدام أجهزة المسح بالأشعة تحت الحمراء لاختراق طبقات الدخان الكثيفة، تتم مراقبة التحرك غير المتوقع للرياح والنيران على المستوى الأرضي. لكن أبسط تغيير في الطقس قد يعني كارثة لرجال الإطفاء. Okay, Pete. I need you to head off down the Galarahan Road and start backburning. Tom, stay here. If we need to get away fast, you'll be the one we come looking for. The rest of us, we'll head to the cut-off point. Okay, let's go. Glendale Base, Glendale Base. This is 4582. There's a fire all along Wilberforce Road. Said you goodbyes. Once we're out of here, we might not be coming back. I just heard on the radio they're sending more firefighters in. They're trying to stop two fires from linking up. They're going to need us. Mate, can you just give me a warning when you're setting to move back, and we'll make sure we're ready for you on the ground. Oh, yeah, I'll go up and do another rundown. Copy that, mate. يتقدم رجال الإطفاء إلى أفضل موقع لبدء عملية الحرق المضاد، يقودهم حراس الغابات المحليون. Okay. We need to get
to get to low ground between the fire fronts and set back burns as far as we can. This way. Straight through here. All right. Come on, boys. Let's go. كلما اقتربوا من النيران ازدادت فرصتهم في النجاح. الحرارة المتصاعدة من النيران باتت تؤثر على العاصفة في الأعلى، مما يزيد من قوتها ومن صعوبة التنبؤ بتطوراتها. هذا تطور خطير. The fire front's swinging around. Oh my God, have we caught in a dead man's zone? Tell the pilot to get those firefighters out, now! Leslie, can you read me? Leslie! Leslie! Do you read me? Get out of there! التيارات الهائلة من الحرارة المتصاعدة من الأسفل تسبب زعزعة استقرار العاصفة وتغير اتجاهها، مما يحاصر رجال الإطفاء فيما يسمى بمنطقة الموت المحتوم. منطقة الموت المحتوم هي أخطر موقع يمكن أن يحاصر فيه رجال الإطفاء، وهي المنطقة بين المناطق غير المحترقة إلى جانب جبهة الحريق. الخطر يكمن في احتمال تغير اتجاه الريح، وبالتالي فإن النيران تتأرجح بشكل مفاجئ لتشكل جبهة حريق جديدة كليا أكبر حجما مع وجود وقود أكثر تتغذى عليه. أي رجل إطفاء يحاصر في هذه المنطقة يكون لديه وقت قصير للهرب. The dead man zone occurs when the fire front rapidly changes direction. You're then caught with a fire front bearing down on you and you have to act defensively if you can't evacuate immediately. النيران تتقدم نحوهم بسرعة تفوق سرعتهم في الجري. When a major wildfire comes very close to you, it's absolutely amazing. The sound is incredible. It literally is like a locomotive running next to your ear. Communication drops to virtually zero. If you had long hair, you could feel it being sucked towards the fire front. Because the fire is consuming so much air so rapidly to defeat itself and to move forward that you get that situation occurring. معرفة حراس الغابات بطبيعة الأرض قد تنقذ حياتهم. Stop, we're never gonna make it. Which way? We're gonna go this way. But I need you to trust me, okay? Let's go! Come on! So the pilot can't get to updrafts. Just too hot. The thermals are about to knock him out of the air as it is. You have to pull out. Hey. لم يعد هناك ما يقف في طريق التقاء جبهات الحريق معا بعد أن احترق الوقود بينها. عند تصادم جدران اللهب الضخمة هذه فإن الطاقة الهائلة تتجمع لتشكل حريقا واحدا يمتد لما يزيد على 2000 كيلومتر. عندها تتحول النيران إلى صورتها المميتة. عندما تلتقي جبهتا الحريق تتشكل عاصفة نارية هائلة. الحرارة الهائلة التي تتولد عن الحريق الواحد تسبب ارتفاع الهواء فوقها بسرعة تفوق 180 كيلومترا في الساعة. خلال هذه العملية يتم سحب الهواء البارد من المستوى الأرضي تماما كما تفعل المدخنة، وعندها يتحول الحريق إلى كائن ينبض بالحياة ويصبح عاصفة نارية لا يمكن إيقافها. ومع ارتفاع درجات الحرارة لتفوق 2000 درجة مئوية ومع نمو الحريق تؤدي الرياح حول الحريق إلى دوران النيران، مما يشكل دوامات تشبه الأعاصير ذات الحرارة العالية جدا.
system's going to occur when you get five fronts pushed together. Fire being a dynamic entity, if you want to call it that, literally sometimes can go where it wants to go. Especially with the eucalyptus soil and the trees heating up and the trees explode actually before the fire even gets there. That's just from the radiant heat. These massive firestorms are created and they're an all-consuming power. تتحرك العواصف النارية بسرعة، وقد يستغرق الأمر أقل من 3 ساعات كي ينتقل هذا الجحيم الملتهب ويغطي مسافة 40 كيلومتراً المتبقية إلى سيدني. الآن يجد رجال الإطفاء أنفسهم مجبرين على التراجع. الغيوم الدخانية الضخمة تحجب ضوء الشمس ويتحول النهار إلى ظلام. The fire service and the fire brigade have everyone they can muster and the fire is still heading towards the city. Ideas. We're trying to bring in units from around the state, but the roads are either in the path of the fire or choked by smoke. We're having trouble getting in. Out of state? Queensland can helicopter in 200. And Canberra can get a division, but they estimate 6 to 8 hours. It's just not quick enough. In less than 6 hours, we could lose God knows how many homes. They're going to have to start evacuating. I'll let the incident controllers know. مع وقوع المدينة نفسها تحت التهديد المباشر للعاصفة النارية، تمت إعادة استدعاء رجال الإطفاء المدني في سيدني إلى الضواحي. خلال الحرائق الضخمة يتسبب الدخان في إغلاق المطارات، ومع استحالة استخدام جميع الطرق الأخرى فإن الطريقين الساحليين باتجاه الشمال يصبحان المخرج الوحيد. وحتى مع وقوع حريق بهذا الحجم لا يكون الجميع على استعداد لترك منازلهم. اعتاد السكان حماية منازلهم عن طريق إزالة الأوراق عن سطوح المنازل وإغراق خارج المنزل بالماء، إلا أن هذه الإجراءات الاحتياطية لا جدوى منها في مواجهة عنف العاصفة النارية. خدمات الطوارئ لا تقلق بشأن الحرائق القادمة من خارج المدينة فقط، فعندما تكون المدينة في أضعف حالاتها تحت تهديد الحرائق يزداد نشاط مفتعلي الحرائق. في عام 2001 وبينما كان رجال الإطفاء يناضلون لاحتواء النيران التي أحاطت بسيدني، ظهرت عشرات الحرائق الأخرى في مركز المدينة. أظهرت تحقيقات الشرطة أن هذه الحرائق تم إشعالها بشكل متعمد. مفتعلو الحرائق يعلمون أن أجهزة المدينة مشغولة وأن أصغر الحرائق قد تسبب ضرراً لا يوصف. If a major wildfire occurs around the perimeter or the edges of the city, you tend to find a lot of the resources, the firefighting resources that are there day in and day out with the city crews, are taken to go out and fight those fires. So you start getting a skeleton crew issue there, and that means the fires that you do have tend to get bigger quicker because you have a slower response time to get those crews to the fire. الطاقة التي تولدها هذه العاصفة النارية تعادل طاقة 30 قنبلة من نوع القنبلة التي ألقيت على هيروشيما. تكنولوجيا العالم كلها لا تكفي لوقف هذه العاصفة النارية.
فيما تصطدم العاصفة بالضواحي تواصل خدمات الطوارئ تراجعها الدفاعي. فيما يقوم الإطفاء المدني بكل ما في وسعه لإبطاء سرعة تقدم الحريق، عليهم أيضا إجراء إخلاء لجميع من يقطنون في طريق النيران، وهي المنطقة المعروفة بالمنطقة المتأثرة. بالنسبة للأشخاص المقيمين هنا، إما أن يغادروا الآن أو لن يغادروا على الإطلاق. State Fire Command's ordered the entire street be evacuated. Scotty, oops, take one side, take the other. يتم إخلاء جميع المنازل واحدا تلو الآخر عندما تتلاشى فرص إنقاذ المنطقة. A residence community that is essentially surrounded or living amongst a lot of bushland is especially dangerous. Evacuate these houses. Come on, guys, get them back. Go. Especially areas where their exit paths can be cut off by the fire front changing direction and moving. It's best just to get people out of that risk area immediately. The Australian experience tends to be pretty good in that people understand how bad bushfires are because so many people have been killed by them, even in recent years. The whole family's out. You head this way, thanks. Down the driveway and up the street. Thank you. Thank you. عندما تصل سرعة العاصفة إلى 20 كيلومترا في الساعة يصبح من المستحيل تجاوزها، حيث إنها تحول كل ما في طريقها إلى رماد وخلال ثواني. Firestorms are where we see the trees get snapped off by the force of the wind accompanying the fire. We see a total combustion of all of the fine fuels. The history shows us that firestorms can flatten large areas of forest, literally flatten them. When you see fires of that intensity, again, you know that there's very little we could possibly do to fight them in a conventional sense. مع ضرب العاصفة النارية للضواحي لمدة نصف ساعة، فإن ثلث سيدني بات الآن محاطا بألسنة اللهب. بالنسبة للبعض، الفرار لم يعد خيارا واردا. مع اختراقها للضواحي بلغت العاصفة النارية ذروة شدتها. الحرارة التي تولدها الآن هائلة لدرجة أن النيران باتت تتصرف بطريقة نادرة الحدوث. فبارتفاع درجة حرارة الهواء إلى مستوى غير معقول، فإن تيارات الحمل ترفع الدخان إلى ارتفاعات عالية. العاصفة النارية هائلة لدرجة أن الحرارة التي تصعد من الأسفل تختلط مع الهواء البارد في أعلى الغلاف الجوي لتخلق نظاما جويا فريدا. تسمى الغيوم الناتجة غيوما ركامية، يحتدم في جوفها الرعد والبرق. أصبحت سيدني الآن محاطة بالنيران بشكل كامل تقريبا. بوجود التيارات القوية غير المتوقعة من الهواء سريع الحركة فوق العاصفة النارية، فإن الجمر ينتشر ويتحرك نحو قلب المدينة. مع
هذه العاصفة التي لا تهدأ من الجمر المشتعل، لا يوجد في سيدني مكان آمن من خطر الحريق. كل شيء سيصبح الآن حريقا محتملا. Embers can travel into Sydney from bushfires under prevailing winds. The embers can maintain their temperature, very high temperature levels, for vast distances. So at night time, especially in fires, you can see massive waves of embers being pushed along with the winds. It's quite a scary sight to see, but for a firefighter, that means that there's major risk wherever those embers land, because they can start some major fires. You! Mate! Yes, you! Stay put! What's going on, boss? Mate, the mains are shot. We've got no water. We've got fuel everywhere. Scotty! Come on! Get into it! مع احتراق سيدني تتهاوى البنية التحتية للمدينة. يصبح التواصل مستحيلا. وتناضل خدمات الطوارئ للتأقلم مع الموقف. We've lost the power grid. What now, sir? We've done all that we can. I just hope it turns out to be enough. تسبب الحرارة الهائلة الناتجة عن العاصفة النارية الآن أثراً قوياً على النظام الجوي الذي شكلت. تصبح الغيوم مشبعة بالرطوبة، فيما تعمل الحرارة على تدفئة جزيئات الهواء المتجمد فوقها. كما تعمل الحرارة المتزايدة على سحب الهواء الرطب من بحر تازمان، وعندما يلتقيان فإنهما يشكلان نوعا جديدا من العواصف. سيكون وصول هذه العاصفة متأخرا جدا بالنسبة للكثيرين. ينقذ رجال الإطفاء ما يستطيعون حتى اللحظة التي تبدأ فيها العاصفة النارية بتدمير نفسها بواسطة الأمطار التي تهطل من الغيوم نفسها التي كونتها. ما تبدأه الطبيعة تنهيه الطبيعة. انتهى الحريق، لكن الخطر سيعود دائما. بالنسبة للأحراش، الحرائق ليست سوى جزء من دورة حياتها الطبيعية. سوف تتمكن من استرداد عافيتها بسرعة. إلا أن سيدني التي اجتاحتها العاصفة النارية ستحتاج إلى سنوات لتتعافى. ستدمر مئات الآلاف من المنازل ومراكز الأعمال. خسائر الأرواح قد تكون فادحة. تغيرات المناخ تقرب من احتمالات وقوع العواصف النارية الضخمة كل عام. جميع رجال الإطفاء يعلمون أنه عندما يأتي ذلك اليوم فإنهم سيخضعون للاختبار الأصعب.